يقولون إنني صاحبة الموقع الجغرافي الاستراتيجي وإنني ملتقى القارات الثلاث، ويقولون أيضا إنني أقدم الحضارات والمدن، ويعتبرونني الأجمل والأكثر تنوعا حتى أصبحت بوابة التاريخ. أتاني كل باحثي العالم ومؤرخيه وافترشوا أرضي، وأصبحوا يبحثون عني ويحاولون أن يعرفوا من أنا، كم عمري، ما هي الحضارات التي مرت خلالي، وكيف أني أنا التي أعلنت عن بداية الحياة، كيف أنني أنا التي اكتشفت ما يحيا عليه العالم، وكيف أنني أنا التي أرسلت أول حرف لتسطر البشرية به أبجدياتها، وكيف أنني عزفت لحنا فأصبح سيمفونية عالمية، وكيف أنه على أبواب عاصمتي توقف التاريخ. أنا صاحبة الجبل والبحر والوديان، أملك كل ألوان الطبيعة وكل أشكالها، فأنا التي أملك أجمل الأماكن السياحية وأروع المصايف. أنا التي لمن يريد أن يسكن في أحضان الطبيعة فلدي المناخ والطبيعة الأم التي لم تتأثر بشيء، ومن يريد أن يعيش داخل التاريخ فلدي أوغاريت، ولدي حصن سليمان وعمريت، وأملك أكثر من 60 قلعة فيها من التاريخ ما يكفي العالم. أنا النواعير وأنا حلب القديمة، أنا أقدم الكنائس والجوامع، أنا تدمر، ومن يريد أن يحيا داخل أقدم العواصم المأهولة في العالم فلدي عاصمة ذات أبواب 7 توقف التاريخ عندها، قطعة من السماء يحيطها سور كما تحيط الشمس بالأرض، فيها الجامع الأموي، فيها الطريق المستقيم، في أرضها أبى القديسون والأولياء إلا أن يبقوا. أنا معلولة وصيدنايا ولغة السيد المسيح. أنا التي احتار العلماء والمؤرخون على ألقابي، فمنهم من قال إنني المتحف الطبيعي المفتوح في العالم، ومنهم من قال إنني جنة الأرض، منهم من قال بوابة الشرق، ومنهم من قال إنني أكبر بلد صغير في العالم، وإنني الثالوث الوحيد في العالم الذي يجمع التاريخ والتراث والطبيعة. أنا التي أملك المكونات والنكهة، أقدمها في مطبخ عريق متنوع يستمد تنوعه من الطبيعة السورية والمناطق والمدن، فكل مدينة لها ما يميزها. أنا التي كنت الأكثر أمنا وأمانا في العالم، فكنت أجمع الناس من شروق شمسي حتى مغيبها، كل شبر في أرضي كان مأوى، وكل دقيقة عندي كانت عمرا، فأنا التي كل الطرق تؤدي إلي، والوحيدة الفاتحة حدودي وقلبي للجميع. إلى أن بدأت القصة عام 2011، قصة تمت كتابتها بعديد من الأقلام، قصة تحمل أهدافا وغايات كبيرة، قصة تبدأ بشرارة لتصبح كرة من نار تحرق التاريخ والجغرافيا والحضارة. أنا التي أصابني مرض داخل جسدي والكثير من الآلام، دمروا أسواقي وقلاعي، أساءوا لآثاري وحضارتي، وكأنهم فعلوا ما فعلوا لأنني أنا، لأن جمالي فضح بشاعتهم. كنت أستقبل قبل 5 أعوام ملايين السياح سنويا،
وكان قطاع السياحة لدي يحقق مدخولا بحجم المقومات التي أملكها حتى، وكأنه لم تبق يد في العالم إلا وقد حملت فأسا وأتت لتدقه في صدري، في آثاري، في تاريخي، في حضارتي. لم تتباطأ نبضات الحياة في عروقي ثانية واحدة رغم الألم. يجب أن أستمر، خياري الذي لا يمكن الشك فيه، لأن هناك من ينتظرني، هناك من رحل من أجلي ومن أجل أن أستمر. شهداء كثر قدموا حياتهم من أجل حياتي، دم كثير تمشى في عروقي من أجل نبضات قلبي، فكيف لا أستمر؟ فإيقاع الحياة اليومية لا يتقاطع مع أي إيقاع في الكون، فكل مفصل من مفاصلها مستمر صامد لا يقف بوجهه شيء. أنا وجوه الناس، وأنا ضحكة الأطفال، أنا الأمل عندما يبعث، وأنا الاستمرار. فعند كل إشراقة شمس جديدة أهمس في آذان العالم وأقول: قوموا، استمروا، فالحياة لكم. فهل عرفتم من أنا؟